هل هنالك في القرآن مجاز؟ ثاني سؤال. طيب بعض الصوفية تقول لنا الأضرحة ما بتجوز في حديث عن علي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ما مريت بقبر مشرفا إلا سويته. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عنده في لما دفنه في مكة يدل على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في ضريح أن نتبع الرسول صلى الله في ذلك. أرجو أن تبين لنا ذلك. بارك الله فيك. طيب بالنسبة للسؤال الأول هل في القرآن مجاز؟ المجاز يا أخواننا الناس اللي ادعوا في القرآن ادعوا ناس من المتأخرين ما في القرون الأولى المفضلة في الشرع وفي اللغة حتى علماء اللغة الأوائل كابن الأعرابي والأولين من علماء اللغة ما كان يتكلم عن مسألة اسمها المجاز. الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ما كان يتكلم عن مسألة اسمها المجاز ولا العرب ما كان العرب عندهم يعني إن الكلمة عندها معنى حقيقي ومعنى مجازي ده عند العرب ما في. طيب الذي عند العرب إنه أي كلمة بتاخد معناها بحسب السياق اللي جات فيه وكذلك بتختلف معاني الكلمة من موضع إلى آخر وده الموجود في القرآن يعني الكلمة بتختلف من مكان إلى مكان معناها بيختلف على حسب شنو على حسب السياق الذي وجدت فيه لكن ما بنقدر نقول إنه معناها الأصلي هو كده ومعناها غير الأصلي هو كذا لا لا ما في كلام زي ده. عشان كده مسألة ادعاء المجاز ده جابوا ناس من المتأخرين من علماء اللغة المتأخرين وقولا ده قول غير معتبر ليه؟ لحجتين اثنين الحجة الأولى المجاز ذات الناس القايلين به بيقولوا يجوز نفي المجاز لأنه ما حقيقه يعني أنت لما تقول مثلا رأيت أسدا على المنبر فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض هم بيقولوا ده مثال على المجاز أو رأيت أسدا على المنبر ناس اللغة بيقولوا إنه بيجوز تنفي المجاز لأنه ما حقيقة لما تقول رأيت أسدا على المنبر أنت ما قاصد شفت لك أسد بشنبه وبشعره وكذا طالع في المنبر ما الأسد الحيوان لا لا شفت رجل شجاع. طيب فأنت بيجوز تقول ما رأيت أسدا على المنبر لأنه أنت بتتكلم عن الحقيقة الأسد الحيوان أنت ما شفته على المنبر وداك بتكلم عن المجاز الرجل الشجاع عشان كده مدام عندهم بيجوز ينفوا المجاز نحن بنقول عندنا في القرآن والسنة لا يجوز ننفي القرآن والسنة. طيب ربنا قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض هل بيجوز أقول لا يريد أن ينقض بيجوز يا أخواننا ولا ما بيجوز لو بيجوز في مجاز ولو ما بيجوز ما في مجاز أيوة ما بيجوز أنا أقول لا يريد أن ينقض. طيب هم اعترضوا باعتراض ثاني قالوا كيف ننسب الإرادة للجدار يريد أن ينقض نحن بنعرف أن الجدار ده جماد وهم عندهم الجماد ده ما عنده إحساس كيف يريد ما عنده إحساس أيوة نقول هذا بالنسبة لكم ربنا قال يريد أن ينقض وأثبت للجدار شنو إرادة صحيح ربنا أثبت له إرادة معناه عنده إرادة كيف يعني والله أنا ما أعرفه ما أعرفه كيف بيريد يريد أن ينقض في جزء بيبكي على النبي صلى الله عليه وسلم مش القصة كلكم عارفينها الجزء ده قاعد يبكي عديل بك الواحد ده الصحابي قال فسمعنا له أنينا كأنين الطفل أها رأيكم شنو في ده برضو نقول ساي ما ممكن يا أخي جزء يبكي بك عديل لحد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه سكنه زي أنت بترضي ولادك الصغير معليش يا حمودي معليش تسكتوا سكتوا فسكت. طيب ده كيف ابن عباس قال حديث صحيح مسلم
قال كان هنالك حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اخواننا ما تكلموا هذا البرة، خلوه ما تكلموا معه، ده ما في يتكلم معه زول، ده زول بيسب الصحابه ويلعن امهات المؤمنين، ما في يتكلم معه اصله، خلوه زي داري كورك بتفاهم معه انا براي، خلوه بس. طيب يبقى قلنا ابن عباس رضي الله عنه قال كان هناك حجر بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بي بين مكه والمدينه، كل ما يمر به الحجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. ابن عباس قال انا اكون معه، قال لما اجي براي وامر على الحجر قال اسلم عليه، ما برد عليه، ساكت بس بيسلم على النبي بس صلى الله عليه وسلم، ما برد عليه، قال اقلبوا كده السلام عليكم سلام، يقلبوا ولا كلمه. اها ده اقول له رايكم فيه شنو؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال احد جبل يحبنا ونحبه. اها الحب ده كيف كمان؟ الاراده كده خليها، الحب ده كيف؟ قال احد ده بيحبنا ونحن بنحبه. فشوف نحن نثبت انه للجمادات اراده وليها محبه وعندها تسبيح، لكن احنا ما بنفهم كيف. عشان كده ربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا ما بنفقه شكلها كيف، ده الموضوع كله. عشان كده ما في حاجه اسمها مجاز في القران. من ناحيه ثانيه شيخ الاسلام ابن تيميه عنده كتاب اسمه الايمان تكلم عن النقطه دي، قال المجاز ده كله مبني على انه الكلمه العربيه عندها معنى اول ومعنى ثاني وهكذا، ولم يثبت في لغه العرب انه عندهم تصانيف للكلمات. تلاقتك مثلا الاسد ده حيوان مفترس، والاسد ده الرجل الشجاع، المعنى الاول حيوان مفترس، المعنى الثاني الرجل الشجاع، ده لا يوجد في لغه العرب، ما عندهم، انما الكلمه تعرف من سياقها فقط. الواحد فيهم بيجي بيتكلم معك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، هنا مش ساعه، ساعه معناه واحد معناه. طيب المعنى اختلف ليه؟ ويوم تقوم الساعه للقيامه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، الساعه الثانيه دي شنو؟ ساعة الزمن. طيب انت عرفتها كيف؟ ده جي ناس من السياق، من سياق الكلام. عشان كده المعاني في اللغة العربية بتختلف حسب السياق، حسب سياق الكلام. انت بتكون قاصد كده، انت بتكون قاصد، ما بفضل بيجي يسألك يقول لك يعني ساعة انا قاصد شنو انت؟ ما واضحة دي من كلامي انا، واضحة. وده مش في العربي براو، ده حتى في بقية اللغات الكلام في النهاية بسياقه. هسه بالانجليزي مثلا يقول لك I took some money from the bank. I took some money from the bank. كويس. واحد ثاني يقول لك I met my friend on the bank. طيب، واحد ثالث يقول لك مثلا we went by the river and sat on the bank. كلمة بنك لما تجي مع الريفر مقصود بقى شنو؟ البنك بتاع الريفر بتاع الساحل. الشاطئ بتاع النهر. كويس؟ وبنك لما يقول لك ماني ماني بنك ماني دي شنو؟ ده البنك بتاع القروش. ما بتقدر تقول لي بنك بتاع البنك دي هتفين، ما فيها اسمها بنك، ده بنك بتاع القروش، ده ذاك تمشي تصرف منه القروش، وبنك بتاع الريفه تمشي تتكل فيه وترقده كده. نفس النظام ده في اللغه، في العربيه، في اللغه الانجليزيه، في غيرها. انا لو بعرف هوسه وبعرف كم بديك برضه، لكن ما بعرفها. فما في حاجه اسمها مجاز. الصوفيه بيتكلموا عن المجاز ليه؟ ده مربط الفرس هنا. ليه بيتكلموا عن المجاز؟ لأنهم دارين يتلاعبوا بالدين. ده الموضوع كله. أول ما تيجي تقول له يا أخي أبوك الشيخ قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. كويس؟ أول ما تقول له الكلام ده باطل يا أخي، كيف يقول كلام زي ده؟ يقول لك يا مولانا مجازا مجازا، لكن حقيقة مصلى قاعد معانا هنا. دليل عبد الدين. فده اذا قلنا باثبات المجاز نبقى فتحنا الباب للعب بالدين. تجد
تأمر بأي أمر من الأوامر تقول له ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلامنا مش واضح؟ يقول لك مجازا يا مولانا مجازا. وحقيقة ممكن تنادي ناس أبوك الشيخ ناس أبتكة وشيخي السابقية وتسعة وتسعين في القلعة راقدين ومنو تناديون وتندور ما في حاجة. وطيب الآية تقول له يقول لك مجازا مجازا والله. طيب ده احنا بنتفاهم معاهم بنفس اللغة بتاعتهم دي. وش انتوا قلتوا مجازا؟ اي شيء شابكين انا مجازا ده تلاقيه وتقوس تكف لحد ما يدور راسه يدور يسأل يقول لك ده شنو ده؟ تقول له مجازا حقيقة انا ما اديتك اي حاجة مجازا. تقدر تقول لي ما في مجاز؟ اذا هناك برضو ما في. يبقى في الدين في الدين تفتح باب المجاز وتلعب به. وفي الدنيا هسه تقدر تقف قدام القاضي يقول لك انت سرقت الموبايل؟ تقول له مجازا يا مولانا حقيقة انا ما سرقته. تقدر تقول للقاضي كلام زي ده؟ بديك سجن وبجلدوك الله يدوك جلدة محترمة. يقول لك انت بتلعب ده مولانا تلعب بمولانا انت؟ وطيب انت تلعب بالدين ليه؟ ليه تلعب بدين الله؟ مجازا مجازا داري اي موضوع يفوتوا لك بمجازا كويس. فده ما بيجوز يا اخواننا المجاز. اثنين السؤال بتاع اخونا قال بيستدلوا بالبناء على القبور بالنبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام لما توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى الحديث اللي جابه ابو بكر الصديق نحن معاشر الانبياء ندفن حيث نقبض. يعني اي نبي مات في محل يا اخواننا دي مساله ما فيها نقاش فيدفن في نفس المكان اللي مات فيه. النبي لو مات في الظلط شفته يحفر المكان ده ويدفن في نفس المحل لان ربنا ما بيقبض الا حيث يحب الله ان يدفن فيه. دي قاعده جابه ابو بكر الصديق في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة زحوا السرير اللي كان عليه ودفنوه في نفس المكان. ولما دفن ما كان في المسجد في حجرة عائشة كانت قريبة من المسجد لكن ما في المسجد ولا في عهود الصحابة رضي الله عنهم لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والبناء اللي عليه ودي حجرة عائشة فقط ما زادوا عليها. حتى جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وده من التابعين قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما زي ما هو ما في بناء عليه ولا أمر زول يبني على قبره ولا في صحابي بنى على قبره أبدا. ده مما يدل يا أخواننا على إنه قبور الأنبياء ليه خصوصية من ناحية انه بتدفن الانبياء بيدفنوا حيث قبضوا. واثنان لا يجوز البناء عليه ولا عبادته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لانه انت اول ما سويت بنيان سويت بنيان بعد ده بيغلوا فيك وبيعبدوك. هسه الصوفية تلقى بانين القبة واحدين بانينها كم طابق في الهلالية شفنا قبة أربع طوابق. أنا ما أعرف الترنم الشيخ ده داري يفنوا معه حريمه ولا شنو نسوان وطوابق ليه فوق أربع طوابق ليه وإنارة ويوصلوا لها كهرباء وما تعرف. أنا لقيت مرة في الفيس رافعين قبة قال فيها مكيف. أنا ما أعرف المكيف ده ليه شنو مكيف اسفلت رافعينه في قبة. البناء ده بيبعث طوالي على الغلو لأنه أنت لو جيت داخل مقابر لقيت جماعة راقدين ساي قبور بس وعانت هناك لقيت لك واحد فيه قبه فوق طوال البيجي لذهنك وخاصه لو زول جاهل وزول ما فاهم الدين البيجي لذهنك شنو؟ اوه يقول لك ده ابوك الشيخ ده صالح ده الرجل الصالح ذاته ويمشي طوال يتبركوا به. والتبرك ده ما بجوز لو صالح ولا ما صالح لكن لو في مقبره فيها قبه ما بيتبركوا الا بالقبه. ممكن يكون واحد صالح مسكين سايح بيجي جنبه راقد ويكون صالح بجد ولو بيجوز ما بيتبركوا بهذا ده لو بيجوز ذاته ما بيتبركوا بيتبركوا بتاع القبة. ممكن يكون مجرم ممكن يكون مجرم ممكن يكون ما في قبة ذاته ما في قبر جوا زول ما في ذاته والجماعة بيتبركوا بعده. يا أخي في كرامات واحد اسمه محمد الكوراني ده في طبقات الشعراني كتاب قاعد هنا ده قال
من كرامات الولي الصالح القراني ده انه دخل الخلوة. بعد ما دخل الخلوة ومرق منها قال عيونه دي بتطلع زي الشرار ده من الخلوة، ما بعرفه شحن جوه كهرباء ولا عمل شنو، عيونه بتطلع زي الشرار. قال اي حاجة بعاين فيها بتحيل فيها البركة طوالي. قال اول ما مرق عينه وقعد على كلب ما لقى لزول. ده يوريك يعني ده رجل بغياس الاولى كده من هناك، يقول لك شوف الكلاب اللي حصل لها شنو. الكلب ده قال طوالي اول ما نظر له قال فصارت الكلاب تتبع هذا الكلب بيمشي وراه. يعني ده بقى صالح ولي. بعدين قال اول ما الكلب ده مات قال فاظهرت الكلاب النياحه والعويل على الكلب بيبكوا ابويا الشيخ يا حليله. وقال ألهم الله بعض الناس فبنوا على قبره قبة وصارت الكلاب تأتي إلى القبة لقضاء حوائجها. الكلاب حوائجها ندر لا عظم أصل العظم ندر لقبة يمشوا ليه ما يمشي فتش لكوشة. الكلب ذاته ما زي ديل وذاته ما كلب زيهم كويس. ديل كلب ذاته زيهم أكان هو فاهم ما في داعي يقعد جنب القبة، القبة ما في حاجة والله الحيران ما يخلوا لك عظم واحد. قال لي امشي لاقرب كوشه بتاعت ناس مرطبين بالقلاعظم مليان يضرب ويمشي يا اهله كويس. قال وهذه خد بالك لسه الكرامه ما جات. قال وهذه نظرته الى كلب فكيف اذا نظر الى ابن ادم. كلب قال عاين ليه وبقى صالح، كيف قال لو عاين ليه زول حيبقى شنو؟ ده ترجمه محمد الكوراني. شوف اللعب ده كيف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ده فيه سد لباب الغلو وعبادة الصالحين من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد يا اخوانا، ده لو عندهم عقل لو عندهم ذرة عقل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين وسيد الأنبياء والمرسلين ما يعبد. نجي نعبد لنا ناس شرامة ساي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد سيد الورى. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به يستفتح كل سماء من السماوات، وحتى لما يستفتح باب الجنة يطرق باب الجنة خازن الجنة يقول له من؟ يقول محمد. يقول مرحبا بك فأمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ما يفتح ليزول قبال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته دي ما يعبد مع الله، بل يكره أن يعبد مع الله ونهى أن يعبد ونهى عن ذلك في أحنك المواقف. أحنك المواقف هو بيموت ويعاني سكرات الموت وعنده جنبه موية وجنبه قطعة خميصة بشيل القطعة بدخلها في الموية ويجعلها على وجهه يمسح بها وجهه من شدة الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالصداع وبالحمى، ويقول إن للموت لسكرات. وفي الوقت ده يقول لعنة الله على اليهود والنصارى ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شوف يا أحنك المواقف في لحظات الموت هو بيحذر من العملية دي. يجوا الليلة يا أخي يعملوها مع ناس رمم ساي يا أخي، رمم قيمة ما عندهم، يدفنوا الفكي بعد شو يعملوا قبة جنبنا يا أخي في الكاملين هنا قريتنا احنا جنب الكاملين في الجزيرة. مات واحد قريب ده، زول مات قريب ده قبل أسابيع وكان شيخ بتاع خلوة. أول ما مات دفنوا جوا الجامع جوا المسجد. يا ناس يا أخي هب أفترض جدلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا جوا المسجد رغم إنه ما دفنوا في المسجد زي ما قلنا قبل شوية، ما دفن في المسجد دفن في حجرة عائشة. لكن افترض جدلا افترض انه النبي صلى الله عليه وسلم دفنه جوا المسجد، هل انت يا شيخ يا صوفي هل انت مقامك زي مقام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نجلسك معه؟ يقول لك ابو بكر وعمر، هل مقامك انت زي مقام ابو بكر وعمر في الامه؟ الصحابه قالوا ما كانوا يتنازعون في منزله ابي بكر وعمر. الصحابه رضي الله عنهم ناس طلحة بن عبيد الله وناس أبو عبيد عامر بن الجراح وناس سعد وسعيد وأسامة بن زيد كلهم ما فيهم واحد بنازع في مكانة أبي بكر وعمر، ده مكانتهم برا فوق
كويس. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نبعث أنا وأبي بكر وعمر هكذا، مسك أبو بكر عمر عن شماله وبكر عن يمينه، قال نبعث هكذا. العلماء قالوا ده فيه إشارة لأنه هم بيدفنوا هكذا، ده عندهم خصوصية. يا أخي صوفي، صوفي يا ناس يساوي نفسه أبو بكر وعمر، يساوي نفسه أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثت أحدا عن الإسلام إلا وتلكى، يعني بيسأل ويقف شوية عشان يعرف، قال إلا أبو بكر. أول ما كلموا عن الإسلام آمن طوالي كده، طوالي، تخيل أبو بكر الصديق طوالي آمن. ديل داري خط نفسهم مع أبو بكر، بل هم فوق كمان، فوق منه، خاطين نفسهم فوق، زي ما قال ابن عربي المجرم، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ثلاثة مراحل، مرحلة أو مرتبة النبوة، ومرتبة الرسالة، ومرتبة الولاية. قال مقام النبوة، النبوة في برزخ، في برزخ يعني في مرحلة، المرحلة دي وين؟ فويق الرسول، يعني النبوة وين؟ يعني الرسول تحت صح؟ فوق منه شنو؟ النبي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق وبعده النبي وبعده الرسول، يعني أولياءهم ديل خاتينهم فوق النبي ذاته، فوق النبي. وديل نفس العقيدة بتاعت الشيعة بتاعت الرمضان البجاي ده، الشيعة قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، هو ده ما بكون دو كسرة وقول له وامشي اتكلم ونرسل لك قراشات من هناك، وبيجيب زازي بيجاي داير له كلام عندنا احنا هنا ينضم جوا عشان يرفعوا للاسياد بتاع انه يرسلوا له قروش، ما في ولا قرش، ما في، شفتها معفن ولا حاجه ما في. المهم كويس، الخميني في كتاب الحكومه الاسلاميه قال ان لائمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فوق ذا المكان قال ما بلغوا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يا اخوانا الكلام ده كيف؟ الملائكة والمقربين لله والرسل المصطفين عند الله ما يصلوا مقام أئمة الشيعة، وأئمة الشيعة ذاته في واحدين مجهولين وما معروفين ذاته، مجهولين ما معروفين. محمد بن العسكر ده آخر واحد قالوا بيطالع بعد شوية، تخيل لو آلاف السنين وين بيطالع؟ مرق مرق لاقاكم؟ ما في. رطل له حصان قال، قال بيجي طالع بيركب الحصان وبيجي وين؟ في السرداب بتاع سامرة أو سامراء، ما في لا مرق لا جا لا دق تلفون، وراجنه وكل سنة بيدق ويدق في روحه إلى آخره. فدي دي جهالات ودي حماقة فارغة جدا. طيب قال لا إنكار عذاب القبر، في قال واحد إذا قال إذا كان هناك عذاب قبر فالمستفيد الأول إبليس، لأنه إبليس ما مقبور والناس يعذبون، إبليس ما راجي وعذاب بعدين، وده مستعجل له مالوك وراجي وعذاب بعدين. ربنا سبحانه وتعالى لما ديل قالوا، ربنا قالوا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وفي الآية الأخرى ذلك لما اشتكوا في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا، يعني الله دبل لهم دي، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أي زول يا أخواننا عنده نصيبه بعدين، وجهنم دي دركات ما هي كلها منزلة واحدة، أي واحد عنده نصيبه وعنده مقداره من العذاب كويس. فده ما له مستعجل لإبليس، قال المستفيد إبليس، منو قال لك مستفيد؟ منو قال لك مستفيد ذاته؟ وانت قايل العذاب فقط يا هو عذاب القبر، في عذاب في الدنيا دي
الدنيا ذاتها فيها عذاب، تقال ما في؟ والله في ناس ربنا بعذبهم عذاب حيين عايشين في الدنيا دي يتعذب عذاب عذاب شديد، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى بيمتعهم في الدنيا، وهو طبعا ده قالوا دي استفادة دي فايدة، لا دي ما فايدة، ما بيدخر لهم بعدين، ده بيدخر لهم. ناس في الدنيا دي بيستمتعوا تمام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. والناس في الدنيا ربنا بيديهم وما بيتعذبوا، ده ربنا أخر لهم العذاب بعدين. أنت قايل عذاب الآخرة هين، يجي يقول المستفيد إبليس، لما هو مساعد مستفيد شنو؟ هو إبليس ده عنده عذاب قدر حق الناس كلهم، لأنه شوف أي زول أضل له زول بياخد حقه بعدين. ربنا قال لي يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار من الذين يضلونهم بغير علم. ربنا قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. انت قال إبليس دراجيو شوية، وهو ده ادعى الناس للنار ذاته، دراجيو ما شوية. فقال المستفيد إبليس، مستفيد إبليس تمهم ولا شنو؟ بعدين العذاب ده، هو ده ما بيفهم العذاب في القبر ذاته. بالنسبة للمؤمنين ممكن المؤمن يعذب بذنبه، الإنسان لو ما بيتنزه من البول يا أخواننا بيتعذب، ممكن يتعذب، والإنسان اللي بيمشي بالنميمة بيتعذب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، دل ما كفار صح ولا كفار؟ ما كفار دل، دل مسلمين. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ده لو كفار ما بعذبون في النميمة، الكافر بيعذبوه في شركه وكفره، ده المسلمين. يلا العذاب بتاع المسلم أحيانا بيكون طهارة له وما بيستمر، لذلك قال ابن القيم عذاب المسلم بيكون طهارة له ما يستمر، وقد يرفع عنه العذاب بدعاء رجل له في الدنيا ولا ولده، يرفع عنه العذاب به فيعذب لحد ما يطهر، بعد ذاك يجيف العذاب. أما العذاب المستمر ده عذاب الكفار، ده بيكون عذاب طوال مستمر.